سمعي لك انا سمعي العامل كيف ما بغى يكون عنده شروط ديالو في التطبيق بحال دابا انا سمع انا لا يهمني واحد اخر ومشكله اخرى اللي ما كندخلش فيها كندخل انا دابا نعطيك مقبله كتعاد ليا علاش على بحال دابا هاد الطريق ديالي ديال روسيا بحال دابا عندي شي ملفات كنت كنمشي ندخل عندو ديرك والله ما كنخرج بل نعطيكم غير واحد المثال واحد بخير تلقى الكريستاف نهضر مع الناجي هبط عند الدكتور ولا لا هبط سيدنا العام عيط للناجي انت عامل وانا ناقص عيط وعيط عليه وشد اللائحه وفك كل شيء من العمل واش كتعرف شحال عنده في عين العوده شحال عنده في الكراش شحال عنده حيت ما كيتباش لينا هنا فهمتي اللي بغا يتبع كالصحافه خصو يتبع جميع المشاريع ماشي للضرب شي حاجه يجي يضرب العامل ولا انا ولا اي واحد راه السلطه كتبع فهمتي راه عندنا دوله اشوف راه من احسن الدول في المغرب اش واش هاد الجلسات اللي كيجيو ما فيهم لا كتاب لا والو زعما حنا غاديين عاد يعين راه جميع المسائل منظمه وجميع الحمد لله على الدوله ديالنا تجي مقننه راه اللي ما بغاش يخدم واش اصاحبي دخلناك بالله كيما قلت لك كنشوفوا سيدنا حتى الرحلات ديالو وحنا تنرقدوا راه خصنا الرجال ماشي الدوله والله ما خصها غير الرجال راه كاين اللي ما خرجش انا ديال الجمله مع سان جيرمان وكشت الاختصاصات ديال فرنسا راه الاختصاصات اللي عندنا حنا اللي غادي القادري عندنا شي مختص وانتم كتهضروا للمداول يا كنسيروا راسنا براسنا خصنا نكونوا في مستوى حنا شنو الاطول سحقت باقي ما واصلتش للمستوى ديال الاطول ما بعدا شتي قرارات المجلس الرئيس كيحط نقاط يخرج المقرات المجلس كتبع الاداره الجزائر طريق صوب نيتي صوب هذيك وش يحطوها واش الرئيس غيصوب هادشي سمعتي الرئيس كيعطي لي كرون كلين توجهات المصالح هي اللي كتخدم ولكن ناقصنا في المغرب فهمتيني دابا انا واش داير الماليه واش داير التعمير تجي انا منتخب سياسي لي كروند لي توجهات فهمتي الكبرى مي الاطر هي اللي كتد هاد المجلس دابا انا كندير تقريبا كل شيء فهمتيني والحمد لله واخا عندي مكتب منسجم فهمتيني مكتب منسجم تلهب علاش باقي شتي دابا المكتب ما كان ما تيهز بعضه علاش